حاجة واحدة تسمح مني، الدار هذه عاش ترفع عني أنا وأمك، وحاجة من الاثنين عندك، يا هي يا أنا. وزادة تحب نخرج أمي من الدار؟ انطردها معناها؟ مدام هي رسلتنا ومن اللي جات حربتها على روسنا. لا معقول ياسر، انطرد أمي ونتلهب أمك، علاش لا؟ مدام مزيتك سابقة وفضلك كبير علي يا سيدي. ملا اسمع يا سي فتحي، أمك هي اللي يلزمها تخرج من الدار، ما عاش حاجتي بيها في دار. لا يا اخوي يعيشك، خليني رايض، خليني في الخدمه هذه متاعي، يكفيني يا ربي ملك الحمد، وما نحبش نكون جره، ماذا بيختي الدليل ثاني ما نغيرهاش الحق. من الناحيه هذه تهنى تهنى وارتاح، حتى دليله فدت منه ومن عمله. اسمع، انا حاجتي بيك ومعمل عليك. وما عنديش غيرك. باهي يا عم، على خاطرك في ظروفك هذه ما خليكش وحدك. لا الله عليك، صحيت. وانت يا شيخ قرب لك خميس. قلت لك اش يقرب لك خميس. رجل ام. وانت مرتو؟ اي نعم، ني مرتو. البركة فيك. يا عجل هفديك. تعرف خالد ولد صالح؟ نعرف، يسكن لوطة تحت الجبل، جاء خطر الحوش وقعد يهدد في بيخ ميس. باهي، ستوش هزوا المخبر تحليل البصمات. حاضر.
شكونوا منكم خالد وتصالح؟ لا خالد وتصالح. تفضل معانا. اش عملت؟ ما تعرفش اش عملت؟ يا وليدي هذا اش خبر؟ اخي خالد اش عمل يا وليدي؟ خالد قول لي اش عملت؟ يا اخويا فهمنا يا ديخ. يا اخي اش بيك مشديني كيما هكا؟ يا اخي انا مجرم. وخميس نسيته؟ خميس واش عندي معاه خميس؟ قتلت خميس؟ لا قتلت خميس. خالد يا ولادي راكم غالطين، خالد عنده نهارين ما خرجش من الثانية ومن الدار. بابا بابا يا ولادي خالد خطير يا ولادي. قلبي يقول لي ولدي خطير، ولدي مش قتل رفاه. طيب يا جماعة بعد علينا البلاء يا رب. اش باش نعمل؟ ناش عملت يا رب من غزرة لغزرة. يما قولي لي بابا اش عمل؟ يا كبدي باباك ما عمل شيء. انا ما صدقش ما صدقش خالد يعمل هك. بابا اين خلطوا لي؟ اسمعوا الاولاد فرغوا سلدك يسلح حطوها في البروت. تخليني وحدي؟ لا 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 ما غيبش على بنتي، ما نخليكش نجيك ونقعد بحذاك ونهزك معايا نوعدك. تو نحبك تمشي حدا ماما ونحبك تقعد عاقله. وعدني مونيا. نحب نسلم على ماماتي. برسلم عليها. خالد قتل الخميس وهزوه الحرس. شنو؟ شكون اللي قال لك هالحكايه؟ هزوه تو. خميس مات وخالد في الحبس. أطلع أطلع. Thank you.
السلامة يا مزينة. السلامة يا مريم. سمير وعم صالح وينهم؟ دز للمهالك وجي اسأل على عمك صالح وسمير. شكون اللي دز للمهالك يا مريم؟ عيب هالكلام هذايا. وهلغ بينا من تحت راس شكون؟ إذا كان مش أنت شكون غير نسيبك؟ يتمتوا الصغار وشعلتوا النار في الكبار. لا يا مريم، أنا شعلوا فيها النار على خاطر طفيت عليكم. ربي يحسب الظالم واللي يعمل يلك. أحسن ما قلت يا مزينة. وعلى كل حال ما لكمش ملام، سامحوني أنا جيت نسأل و أنا ماشي على روحي. أما قبل ما نمشي يا مريم وانت يا مزينة، حب نقول لكم اللي نسيبي اللي تحكيوا عليه من قبليك، كما طوعتوش في تخريجكم الأرض تسبب لي في خروجي من الدار، فرق بيني وبين مرتي وحرمني من بنتي، وما زيت معايا إلا أمي اللي تشوفوا فيها في الكهرباء. احنا جيران ومهما صار ما نشعدة. هزيت أمي وقبل ما نلقى ونحطها قلت نطل ونعاون، وبالرغم اللي سمعته ما زلت مستعد باش نعاون، وتوا ماشي المركز باش نشوف اش نعمل في خالد. الرحمة ما تقطعتش. على كل حال بارك الله فيكم وبسلامتكم. ماشي كبدي، واش تخلي امك في الكهرباء تستنى؟ سي فتحي خليها حذانا حتى ترجع. الله يبارك وبارك الله فيكم. امي ابطل ارتاح يا جماعه، انا جاي ما نطش عليك. ليش بك زيد من راسك؟ انا قلت لك اسرق السوش خالد وحطه في هذا الجثة. من عملت لعبة باش نوحل بها خالد ضربة واحدة؟ يا اخي اللعبة ديت قلب تاعك انت. اللي راه كيفاش؟ كيفاش يا سي ابراهيم؟ يا زيت السوش، يا اخي خليت علي بصماتك. انا حصلت كذبة. وتو ابراهيم اش باش نعمل؟ هز فريشتك ورجع لمرتك وطلب منها السماح. نعم نرجع لهاك المصفاره؟ يستحيل يا ولدي، مجبور باش تبعد الشبهات. يلزمك ترجع لمرتك تطلب منها السماح وتبوصلها راسها اذا لزم. ونجمه سلم فيها تينا اللي عملت هذا الكل على خاطر نجمه. يا ولدي نجمه مش هارب عليك، ما تنساش اللي خليت بصماتك على السوش والعملية هذه تزك الفينجا. اعمل اللي قلتك عليه وكي تبرد الحكاية وتنساه كل شيء سهل. لا لا سيدي، سهل ما نطلقها نطلقها، ولا شيء ما رجع له لما يخرج منها محمود. سيدي فان شكرا. هوني هي؟ نعم سيدي فان. دخل عايش. الله يبارك. تشربين شيئا؟ قهوة مثلا؟ لا لا
شكرا. كيف حالك؟ هذا ابني. اوه ايش يا رجل، فين فين؟ عايش كبير رجال. هو ابني وابنك. بلاش مجايبك من آخر الدنيا. أنا أريد أن ترى ابنك. باهي طيب، بارك الله فيك، أنت تكبدتي السفر وجيت من فرنسا وشقيت البحر باش نشوف ابني، هاني شفته. شكرا. ابنك هو الذي أراد معرفتك. شكون قال لي هو ولدي؟ أنا قلت. طيب ميشيل، الولد اللي حبيت نشوفه وانا شفته من بعد. أنا وابني في نزل كيوبس، سنبقى في تونس أيام أخرى. عندي أشياء هامة أريد أن أقولها لك. رجي اشتكوت، تفضل تكلمي الآن. لا، الوقت غير مناسب. يا طفلي جنيتي تتهميني نا اخوك اللي دم شويه ما هددت انت. اسكت يا طفل، واش بيك تطبط لي على اخوك؟ ماكس بتفرد خوك، تحب تزيدي ترميه في الحبس؟ الطفله بنتك من اللي عرفتك ازاي يضبط. على كل حال ما قتل كان خالد وحتى سطوش وقوه بعض خميس. يزي الازهر، مادام خالد ما ثبتتش عليه التهمه هو بريء. حرام عليك. وش بيك انت لل؟ ما تقولي ليش وش بيك تحامي عليه؟ ما هو لباس مش خوخ خطيبها. تقولوا كان خالد هو اللي قتل، مو يبطل على جهان كل شيء. أيوة هذاك علاش يا لله تتهمي فيه انا؟ مش على هذا برك الازهر، اما نسيت اللي حبيت تقطع به المغزل. لو كان مش مني نايم منعتك من جريمه. يا نجمه يزي هالكلام عادش تجبدو. ان شاء الله اخويا الازهر يبدا خطيه. حسب رايك عائلة سمير يرضى ولدهم ياخذ اخت مجرم؟ يا اخي خميس ما يموت كان على يدين خالد ولا الازهر. 100% قتلوا واحد اخر عديه برشا. هاو الكلام السوار كان على خميس مات. عايش وليداتي ما تجوش في روس بعضكم. احسبك ربي يا عم صالح، يا عم صالح يعيشك. خلينا في اللي بمدينة دوايا ديك. صاحب شر يا ولدي انت نسيبه. شكون تحكي توا؟ اش عمل فيك بعد ما لزك الدون؟ ليتني سلمت فيها الارض وتحت ولا يمشي ولدي هكاكا لناي حالتنا. يا بابا اللوم بعد القضاء بدعة هكا يا اخي. هو البحث فيه وثبتوا التهم على خالد باش نقوله الكلام هذايا. يا عم صالح يبارك فيك يعيشك، احنا لهنا باش نقفلوا بالمال والرجال والمعارف واللي لازم الكل.
جاه ربي ايش باش نزيد نحكي لك على شيء ما عنديش علاقه بيه. والنفس اللي قتلتها انا مانيش قتل وما عندي حتى علم وما ثماش علاش نقتل خميس ولا غيره. هات بطاقه تعريف نتاعك. نظن اوراق نسيتهم في الدار. هذه بطاقتك؟ نعم بطاقتي، لكن نشيلها عندك. شوف يا خالد، اما انت يظهر لي فيك ابلة شوي. على خاطر عادة القاتل ما يخليش ورقه الشخصية في مكان الجريمة. انا وراك بحثت جثة خميس؟ اي نعم. ما يكونوا كان هم اللي سرقوها وحبوا يلبسوني التهمة. ما ثماش غيرها، فتحي محمود على خاطر الأرض، لكن الأرض حق ربي اللي نسلم فيها. لو كان يحبسوني 100 مرة ولا يقتلوني 100 مرة. ما زلت شاد تصحيح وما تحبش تعترف. فاتك المحضر صح هوني، هزو. الله يهلك اللي كان لك وكان لينا سبب. يا بابا نستناو شويه نشوفوا واش عملوا مع خالد، ومن بعد سي فتحي يهزني المحامي اللي خلينا عليها. بابا اطمئن، انا ما قتلتش خميس. خالد ما يكذبش، قال ما قتلتش معناها ما قتلش، ما يكذبش. هذه مؤامرة عم يقولوا، هذه مؤامرة ما فيها حتى شك. يا ربي يا ربي يكشفهم يا ربي. نسألك سؤال، المرأة اللي جات فرنسوية لكن تتكلم العربية. ميشيل هي كانت تقرأ بالعربية من هي صغيرة، مستشرقة، هذيك تعرف العربية خير مني ومنك. شوف سي رؤوف، شوف معاه. الله يبارك سي رضا. البركة فيكم، هذيك هي الدنيا، أنا دايما الحب. الله يوريك غيار وليدي. الله يرحمه كان كالصيد نظهر واكتشفت فينا. نزل على ذمة الطبيب وقالوا باش يعملوا تقرير. والله هدرة زايدة تعملوا فيها، لو كان كرمتوه بالدفر خير. يا زاهي شنو حوال سالمة؟ بالله يسلم عليها. ندري عليها انا، شنو توا جهان فوت تعاونيني وليتي تحمشي في النار. أنا لازم نكلمك. ما تزيدهاش على ما باه، طفل خواترها رقيق وقال الحاجة تيطر فيه. أمو تخميس زاد عليه. أنا لازم مش عندك مش تعمل، هذيك هي الدنيا كل حد وأجمع. خميس ناي نقول ما قلتلو كان خالد، خالد هذا شرايب لا ومسلم من حد.
لكن العلم عند ربي، ولاد الحرام ياسر. بحر هو اللي باش يكشف على صاحب العاملة. الدنيا تجري كأني البارح بركة مشيت لفرنسا وعملت ستاج وعرفت ميشيل. يا حسرة، تو هكا تو خليتو خالد وحده وحتى واحد ما نجم يعمل شيء. كيفاش ما عملنا شيء؟ المحامي اللي اتصلنا به قاعد عامل مجهود واكثر يا مريم. مش يروح زاد، انا كلمت واحد صاحبي واصل. شويه صبر بركه. اشهدوا علي الاولاد، انا قابل نسلم بالارض ونتنازل فيها المحمود، لا بفرنك ولا بخروب، بشرط يخرج لي ولدي. وهذا كلام يا عم صالح، المساله تتجاوز وما عنده فيها حتى دخل، وعلى فرض اللي هو دبر الجريمه. تتصور اللي بيشمشي يقول لهم راني انا عملت العمله، شدوني انا وسيبوا خالد؟ كلام سي فتحي معقول. انا عارف روحي نتكلم في الغلط، لكن المصيبه كبيره علي. انا ثقتي في الحاكم وفي ربي، وربي يكشف الظلم. امين. اي بلا توكل على الله. انت فين ماشي يا سي فتحي؟ والله ماني عارف يا عم صالح، مش نمشي نشوف بيته تيل تو من بعد يعمل الله. توا هو ويجي يا سي فتحي، كيما وقعدوا بحضنا مديدة اخزن ما شاء الله، الدار واسعة حتى لين تشوف مصالحك في عقلك. يكثر خيرك، ماذا بيا ما نضيقش عليكم ونحرجكم. يا ولدي تخي فاش باش تحرجني بالله؟ تخي إذا كان ما تلقيناش في وقت كيف هذا، وقتاش باش تلقانا؟ ها؟ اخزن له. الدار ما شاء الله وين كبيرة. اليوم عنا، وغدوة عندك هاي. هاي يا ديك. تعرفوش على سيد الدار هذاك باش يتفرع لحياته جديده، باش ما يراقبوا حد وما يحاسبوا حد. بجاه ربي يزي راجل مش على روحه، لا نجبدو لا بالبال لا بالخير. لا هو عمل شويه في دليله، كيفاش تحبنا نسكتوا عليه؟ دليله، اسمع دليله، اسمع كلام بوك، قدم به قضيه في الطلاق، ما عادش بها ويد بنتي. لا يا سيدي نصبروا شويه، معنا ما خسري. بابا عندي الحق يا أمي، يلزمني نقدم قضية في الطلاق، قضية استعجالية. نعمك هذا إبراهيم هو اللي باش يتلهى بالعشير، هو الوحيد اللي هنيني. أعمل اللي تراه صالح بابا. لا يا عزيزي، بابا ما يحبش إبراهيم. بوك ما يحبوش، لكن أنا مملك سعاد نحبوه. أنا ما نحبوش وبابا ما يحبوش. بوك واش بيك يا راجل ما تفهمش؟ انا قلت لك ما عادش نحب نشوفه. يلزمني نكلمك ولازم تسمعين. سيبني لا تكلمني ولا نسمعك، تبعد علي. افهميني يا نجم، افهميني وبعد مش على روحك، واذا كان مازال تلقيني طردين. هاني نسمع فيك، قول اش تحب. باهي ماري برا ارتاح يا نجم برا. هي عاد راهو ازاي يتكلم فيك؟ بردي دم. صحيح يا نجم، كذبت عليك وخبيت عليك ان انا معرس، على خاطر خفت لا تعلم انت بالحكايه بتشفلي مني وتخليني وحدي، وانا مصدق تربي لقيتك وحبيتك. ومرتك سالمه؟ ما نحبهاش وما نحملهاش، عيشه الحبس اهون من العيشه معاه. لكن انا ما نقبلش نكون سبب. ماكش انت سبب يا نجم، انا فديت وما عادش نطيق. تحبني نخلي دار ونبكي مراه ونحصل الدعاوي أرجع لمرتك خير لك. نا سالمة ما عادش راجع لها. سالمة هذيا ضربت عليها بقلم لحم.
كل شيء جميل في هذا المطعم، الخدمة، الديكور، الأكل، ولكن هنالك شيء آخر أجمل من كل هذا بكثير. ممكن أعرف ما هو؟ أنت. صحيح، أنت تساوين كل باريس وحدائق باريس ونهر السين. لا أرجوك لا تبالغ. لا لا، نحن تجولنا في الشانزليزيه وذهبنا إلى اللوفر وصعدنا إلى برج إيفل، كل شيء انقضى ومر ونسيته وبقيت أنت في البال. أنت شاعر. شاعر، شاعر يحس بالجوع ولذلك أطلب منك أن تأكلي. لا، كل أنت، أريدك أن تصبح أكبر شاعر. المشكلة أني لا أشعر إلا ما تكون أنت بحذايا. أنا معك وسنبقى مع بعض. يا ريت يا ميشيل. يمكنك أن تبقى هنا وأن تعمل هنا، أنا أساعدك. لا أستطيع ميشيل. آسفة، آسفة جدا. أريد أن أقول لك إن المدة التي قضيناها مع بعضنا كانت لي أحلى ذكريات عمري. أعلمك أني حامل. هذا لن يغير شيئا في رأيي. يمكن لك أن تتخلصي من الجنين وبسهولة. لم أقل لك هذا لكي تبقى معي، أنا أعلمتك فقط. ميشيل، مثلما تعرفنا بالمحبة أريد أن نفترق كذلك بالمحبة. تقصد الطلاق؟ نعم، يجب أن يتم ذلك قبل عودتي إلى بلدي. حاضر، أنت تريد الطلاق؟ لك ذلك. لازم خليته ما طيحتوش. كي جات ما شتهاش حتى على اسمي. انا قلبي خبير، خالد خاتي مش هو المجرم. هذه لعبه ملعوبه من طرف الغير وحلوه فيه. الله يهلك اصحاب الشر. حزنين اش بيك؟ سبقوا الخير يا ولادي. خالد راه مش نتاع هذا، راه ما سمعتوش حاجه جديده. الله يسمعنا علم الخير. خالد كان مندفع شويه، ربي يهديه. ربي مع المظلوم، ما ثمش مجرم يمنع مع بنته، لابد يجيه نهار ويتحاسب. المصايب اللي جتنا قبل كلها تهوقنا، اما المصيبه هذه يا حليلي على وليدي. القضيه هذه يا سي صالح يلزمها محامي كبير، وخالد كيما انت تعتبره ولدك، نعتبره اكثر من خويا. اي نعم، ويلزم نوقف معاه في محنته.
والكل يعز علينا. سي صالح، هذوما هم 500 دينار أجرة المحامي، ومن بعد يعمل لها دليل. يكثرهم عليك، نحن نعرفك وقت الحزة تكون ميجود. سي صالح خذهم استعان بيهم. من وقتاش وليت تعطي في الفلوس ابراهيم؟ اشكون جاي يشكيلك؟ جا حد قال لك عيلة صالح تمد في ايديها للطلبة؟ ما لقيتش باش تعمل محامي ولا ما عندهاش باش تخلص محامي؟ صاحب التاج يحتاج بنية خالي. قلت لي يحتاج صاحب التاج يعرف لمن يمشي، وقد ما نحتاج وما نحتاجش ليك نمشي نتكب ونتقعد نخدم في التجار على خاطر خالد، ما يعملش عليا واحد مزيه كيفك انت. ربي يهديك بنية خالي، ربي يهديك. لاني بنت خالك ولك ولد عمتي، ومن فضلك من غير ما ترود. قلت لي يرجع خالد نجم تجي. الله يبارك. لا ملوش عليك توا، كنا حاسينه متأثرين. الحي روح يا سي صالح. هيا من فضلك من غير ما ترد. هيا تقعد بخاطرك من الصالح. ما حققش يا بنيتي، ما حققش. الرجل جاكم وتعنالكم وجاب الفلوس وسخفوا حالكم وحب يعاونكم، تفوحي فيه لا تخليه له ولا تبقي له. والله لا عيب، عيب هذا. سامحني سي كيلاني، اللي قلته مريم عملته هذاك صحيح وهذاك الاصل. لو كان يعرف خالد اللي ابراهيم حد ساقه لهنا يمكن يستنقط. يا اخي سامي يا ويلي، اش بيها ما جاتش معاك؟ سامي ما عادش سامي اللي تعرفها، سامي ولات عبد اخر. متعاركين؟ اكثر من عارك. خرجت وخليت على الدار. شنو الحكاية؟ ولا غالب تخلبت فرد قلبها بعد ما كنت وين حد لها تقف، ولات مرة أخرى. لا عادي بابا ما تكبرهاش، خلي المسألة في يدي، تو نتصل بيها ونتفهم معها، نضمن لك اللي ترجعوا لبعضكم أحسن من قبل. لا يا بنيتي ما تعبش روحك، العشرة اللي بيني وبين سامي وفات وفات. ايوه تو كيف خرجت من الدار وين مشيت؟ مشيت البيت وتيل. وهذا معقول؟ وهذه ماهيش دارك؟ ما تخافش نسلو انا في الوقت بالضبط. احسن بس توفيق. مرحبا بيك. الله يسلمك. اش بيك تعب؟ تعب نحس في راسي يوجع فيا برشا. ما فهمتش مناش. تمشي تشوف طبيب، شكون يعرف؟ اش ثم عندك مشاكل في الخدمه؟ مشاكل ما توفاش، اما مشكلتي هالوجيعة هذه عمري ما حسيت بها. نحس في ذا الموت نوقز يضربوا في. يا زاهي خالد ما عنده حتى علاقه بالعمليه، خويا ونعرفه كيف يعمل يقول عملت. ونسيت استوش اخ استوش عمل لجوانح ورجلين وشار قد حذا خميس. يزي عادة سمير حق يتكلم وحده. تيمو هذيك اللعبة مالا كيفاش يورطوا خالد؟ يلزم يسرقوا له استوش ويلوحوه حذا الجثة. اش باش نقولك، هالحكاية هذي ما تدخلش الراسي بكلنا. اسكت انت، ما دخلش روحك في حاجة ما تعرفهاش. باهي انا اسكت. هاي سمير شو عندك فيه؟ السلام. ما يصير فحام تعرفه؟ نعم. تسلموا على خميس. اي نعم. اسلموا لي انا تنقول لكم عليك. انت تعرفوا؟ شنو نعرف؟ فما شكون ما يعرفوش في الجهه هذه؟
ما فهمناش ما نعملش مع شان اللي يقول لك يقول بلا انزل ولا خلي انزل يعرفوا ربي. وخالد ولد صالح وخميس الفحام يعرفوا بعضهم شو يعرفوا بعضهم؟ في مره قدام القهوه عملوا عركه هي بيد كان ما حزنهمش يقول لك تيح روح من غير ما اخر مره وقتاش شفت خميس؟ اخر مره كان قاعد قدام القهوه قام يسيح ويشهد في الناس ويقول انه اذا كان جات له حاجه راهو من خل. شوفوها شكون قال لك باباك ما عمل شيء ورس بنت باباك باش يخرج ويجي حذانا ما عادش يمشي بالكل ملا علاش الحال سامح جلس في يد ماني قلت لك باباك باش يخرج عنتها باش يخرج دوحشتو يا اما دوحشتو ياسر ورس بنتي على قريب باباك يخرج غريبه الارض غريبه الارض لبيها لعليها الارض ما حبهاش يعني. وما كرهاش حد كبي أما أنت تبدلت يا بابا الناس هما اللي بدلوك الأرض اللي حبيتها واللي عشقتها واللي عرقت عليها وتمرغت عليها واللي زقيتها وعشت من حودها ومن ثمرتها الأرض ردوها ولاد الحلال الله يسامحهم غصة في قلبي يتقاتلوا عليها ويصطادوا في بعضهم كالحوت في البحر كل واحد يحب يفكها الاخر ويا ويلة قليل الجهد فرحوا بي ياسر هما بارك الله فيهم أمانة يلزمني الله وجدار على روح نكره فتحي توحشت لوليا لها بيبتها دليل اللي قالت ولا حملت وريتك بيه يا فتي حتى انت يا امي امنت سده اغسل انت امي بتعسني وجي تاع واحد يقدر كلمني قل ما تسكتش عليا جاوبني اذا كان انت تشك في انا شكون اللي باش يمني وشكون اللي بقى لي ما كركش فرقت مرتك وبنتك يا فتي هما اولى بيك من اللي انا انت ما عندك حتى دخل في اللي صار لعبت لعبت اللي انا يا عمي جاييني هو سبب يا فتي لا لا ما ثم حتى سبب اخر اهلك قبل راحتي يا فتي عايشك عايشك يا امي جانت ما عنده حتى دخل في الحكايه حتى لو كان هو سبب دنيا مفارقه وانت ما عادش مفارقك يزيد ما تعبت يزيد ما تدليت فتحي توحشت رضاي فتحي توحشتو
خفتي لوجيا شوي؟ لا خفت ولا حتى شيء. عمال ميسر ودي حس في دماغي بشي ترشق في بقعته. امشي غدوة للطبيب. قدرة ربي. نمشي معك. لا لا ما تقلقش روحك. ترسيشي راديو ولا سكانير جملة. مضيعة كبيرة للوقت. يعني الخدمة شوف وشوف ونتعدى. حتى إذا كنت تلفنت وما لقيتنيش راني ما زلت ربما تعطلتش عند الطبيب. أي يا يميمتي. زعما مانيش فاهمه إبراهيم ولدي. من جهة تقول شريت الهنشير متاع عمك وعندك العقود، ومن جهة قاعدين هنا في هالخربة. يا أخي شو هالمحكاية؟ شبيك يا يما خفيسة قلقتي؟ تي مالها لدارنا راي؟ دارنا ومالين بيها. أما ناي نحب نشوفها كمحمود خارج من الهنشير ويديها على راسه. قلبي معبي من يوم ما مات خوك يا كبد. عندك الحق يا يما. جاء الوقت باش ناخذ حقي بالوافي، خاصة تو بعد ما رمت دليلة فتحي وسحتاته من الهنشير كما عملت مع حسن أخوي الله يرحمه. أما لا ما تزيدش في عذابي يا كبدي. مازالت حاجة بركة يما. باش نمشي لتوفيق نتفاهم معاه. عطيته كلمتي. ماشي له على خاطر عارف اللي ما عندوش الفلوس اللي يلزم يرجعهم لي. ورقدي جيان وخفتي. ورقدي. بعد عليك الواس. ما تفكريش ياسر. سامعينيش من التومين شريق ده. وشي اللي صاير ما يكونش حلم. حلم مزعج. مش خاص اللي صاير يبدا حلم. مش خاص نفيق من القخمة يصحي. نقبل منه كل شيء. الضرب بشد من إهانة. كل شيء. مهم خالد ما قتلوش. انت ما كيش تحلم يا جهة. انت عايش الواقع. نعرف ما قاعده نكذب على روحي. نعرف اللي عايش الواقع. واقع مر. تتصوري يا نجمه كنت تثبت تهم على خالد ما عادش نجم ياخذ سمير. مش انا منحبش شي يهمني في خميس. انا جثته باش تقعد ما بيناتنا. تو ولا تقصر تفرقنا. ليه مش عملت بش هالمصايب تعبت علي انا. فاش تفكر ازاي؟ فكر لو كنت تكتب المكتوب ونخرج نجمة. الارض الباهية دي نظلك نخدم فيها من زروقها لغروبها لنتعب ولنكل. نحرق في الارض والعرب يصبني شبيني انا فرحان. ونجمة جاية من غادي تتبختر كديك الرومي في يديها حلاب البن كيف ما نعرفناه. خبزة تابونة حمرة لهلوبة كعبة الرمان. تقعد بحذاها وتونسني ونجيبوا الأولاد ويدوروا بيا. بابا نحب الحلوة. بابا نحب بشكوته. بابا نحبوك انت. ونتحضنهم ويتحضنون. ونحس لي انها عندي ناس وعندي عائلة. مشني وحداني مقطوع من شجر. الأرض اللي حبيتها انت زاي لا كرهني فيها خميس. ما يبرد على قلبي ونرتاح كان كيف نهجم هنا هكا الظهر. تمشي وتخليني وحدي في جبل. انت زاهي عندك علاش قاعد. اما انا وش عندي؟ ما عندي كان قلبي. لا لا نزهر ما تعملش هالعمل. انا اخوك رجلي رجلك. اليوم نعيش مع بعضنا في الشر والخير. يا
هذه ولا بيتي مكتف كل جمال البارك زعما يخرج لي ويظهر الحق يا بلايتي ها أبوه أخوه وفتحي ولدي يجري ويجري وربي إن شاء الله ينور الحق خالقي مولايا ما تخفيك خافية غير يخرج ولدي راسا مرفوع كان جيت الحق أخ ميس عنده برشا عدو ما جمش تسميهم لي ولا حتى البعض منهم نا وليدي ما نعرف حد هو يمشي المدار بياسر بيها في الفحم من دار لدار ومن دوار لدوار وكيفاش عرفت عنده وعدة على خاطر ما ثماش نهار روح وهو مش ينفخ ومتخشش ويسب في الخدمة وهذا بيعلو ما خلصوش وهذا بيعلو من بعد رجع ليه السلع وانتي ما عندك ما تقول لا ما عندي ما نقول والأرض ما كنش متعاركين عليها انتي بيدك تحب تخرجوا منها أرض بينا ما يستنى فيها حد لكن ايش داخل حكاية الأرض تخيلوني ناك قتلت وانتي شكونك اش تعمل هنا انا خطيب انا ولد عمي نخدم هنا اختصاصي خدام حزام وباش ناخذ نجمه هاي نجمه قدامك اسئله تو تقول لك وتسكن هنا ما نسكنش اما نسكن شويه برك حبيت نقول يعني ساكن ومشني ساكن هاي نجمه قدامك تو تقول لك ميشيل يكون ما بيها اسمعني مليح انا ما عنديش وقت دقيقه بحساب انا اختلقت حكايه الطبيب باش نجي نقعد معاكم ونفهم شنو اللي طالبه مني بالضبط هذا ابنك فقط اعتني به ساسافر بالقريب واتركه لك سامي اريد ان اتحدث قليلا مع امك في موضوع خاص طبعا يا ابي لا أفهم لماذا طلبت منه هذا هو يعرف كل شيء لا ميشيل أحسن كل واحد خير اسمعني الشيء اللي طلبته مستحيل أنقصني حتى إذا كان أنا قبيل مرتي الناس شكرا عليه فهمني ميشيل فهمني قدر ظروف أفهم كل شيء أنت ربيته 9 سنين كاملين قبرته جيلين سنة فيه علاش شنو سلم دي مو اسكي سباس ميشيل دي مو انا ايامي قصيره مازال في العمر اسابيع مريضه بالسرطان الاطباء اكدوا ان الامل ما فيش اريد اموت وانا مطمئنه على سامي عرفت الآن لماذا؟ عرفت لماذا أنا جيت تونس؟ انتحر